السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ مع بعض اللعب التاني للـ PWM مود، واللي هنشوف فيه ازاي نتحكم في الـ DC موتور عن طريق المايكرو كنترولر بتاعنا وباستخدام DC موتور درايفر IC اللي هي L293D. ولكن مش هاخدكم ونروح الموقع زي كل مرة، المرة دي الموقع هو اللي هيجي لحد هنا. ده الارتكل بتاع الـ DC موتور ولكن في صورة مطبوعة. مبدئيا بنبدأ بشوية كلام نظري بشرح ايه هو الدي سي موتور وايه الفيتشرز بتاعته، زي التورك مثلا، العزم، والروتيشن سبيد اللي هي الار بي ام، والريتد كارنت للفول لود والنو لود، والريتد فولتج اللي بيشتغل عنده الدي سي موتور بتاعي. دي الفيتشرز اللي انت على اساسها بتروح تختار الدي سي موتور من الستور اللي انت هتشتري منه الموتور بتاعك. ولو بصينا في الموتور انترنالي بيكون فيه كويل عندي، وبيكون فيه تو ماجنتيك ستيتور، وبيكون عباره عن بيرمننت ماجنت. ولو بصينا في صوره تانية للدي سي موتور انترنالي بالشكل ده، برضو ده الستيتور اللي من بره، والكويل اللي في النص ده هو الكور بتاع الموتور، هو ده اللي لما بورر فيه كرنت بينتج عنه ماجنتيك فيلد، والماجنتيك فيلد ده هو اللي بيسبب عزم ازدواج على الاطراف الملف، فبالتالي بيبدا الملف في الدوران سواء يمين او شمال اتجاه الدوران حسب اتجاه الماجنتيك فيلد، واللي بيكون ناتج عن البولاريتي بتاعه البطاريه اللي انا موصلها مع الدي سي موتور. فبالتالي لو عكست اطراف البطاريه هعكس اطراف الكرنت، فبالتالي بعكس اتجاه الماجنتيك فيلد، فبالتالي بعكس اتجاه دوران الموتور. تمام. بعد كده هنشوف ازاي نعمل كنترول على الدي سي موتور. طيب ايه هي اصلا الفيتشرز اللي في الدي سي موتور لما بيدور واللي بيكون دورنا احنا ان احنا نتحكم فيها؟ الفيتشرز دي اتنين. لما الموتور يبدا دوران انا ممكن اتحكم في سرعه الدوران بتاعه او اتجاه الدوران. وهنبدا بالدايركشن كنترول، ازاي اعمل كنترول على الدايركشن بتاع الدوران للدي سي موتور. زي ما شفنا هنا من شويه، عشان اعمل تغيير في الاتجاه اللي بيلف فيه الموتور انا محتاج اعمل انفيرجن للبولاريتي بتاعت السورس اللي متوصل على الدي سي موتور. تمام. فعشان نعمل الموضوع ده احنا بنبني سيركتس. السيركتس دي بتكون الوظيفه بتاعتها ان هي تعمل بولاريتي انفيرجن، والدرايفر سيركت اللي بتعمل الكلام ده بنسميها اتش بريدج، وهي دي اللي احنا هنشوفها في البيبر اللي بعديها. ده شكل الاتش بريدج يا شباب، هي دي اللي بتستخدم للتحكم في اتجاه دوران الدي سي موتور. بيكون عندي الموتور في النص متوصل مع اطراف البطاريه البوزيتيف والنيجاتيف من تحت. بيكون في عندي اربع سويتشات اي بي سي دي. تمام. انا لو دوست بصباعي على السويتش اي والسويتش دي مع بعض، لو دوست على الاثنين دول مع بعض هروح للحاله دي، سويتش اي مغلق وسويتش دي مغلق، فبالتالي طرف الموتور اللي على اليمين ده متوصل بالجراوند، وطرف الموتور الشمال متوصل بالبوزيتيف، فالتيار هيمر من البوزيتيف للنيجاتيف، هيمشي في الاتجاه ده، فبالتالي الموتور هيلف مثلا كله كويس. تمام. طيب لو رفعت صباعي من على السويتشين دول اي ودي خليتهم مفتوحين ورحت قفلت بي وسي، تمام، هروح للحاله الثالثه اي ودي مفتوحين ولكن بي وسي مغلقين، الطرف اليمين للموتور هو المتوصل مع البوزيتيف والطرف الشمال متوصل مع الجراوند، فبالتالي التيار هيمشي ازاي؟ هيمشي من الموجب للسالب، هيمشي كده هو في الدايركشن المعاكس، فبالتالي الموتور هيلف في الاتجاه العكسي. دي فكره الاتش بريدج، بيسموها اتش بريدج لان شكل الدايره على شكل حرف اتش، هو كده. وطبعا الامبلمنتيشن العملي للدايره دي مش بيكون باستخدام سويتشز، ومحدش بيدوس بصباعه على السويتشز دي عشان يغير اتجاه الموتور، ولكن احنا بنستخدم ترانزستورز كمكان المفاتيح دي، واحنا عارفين طبعا ان الترانزستور ما هو الا مفتاح الكتروني. تمام. دي شكل دايره اتش بريدج كنت عاملها زمان، ادي الاربع سويتشات فيها اللي هم الاربع ترانزستورات دول، ده ريجوليتر مالناش دعوه بيه طبعا، لو مش عارف واضحه في الكاميرا ولا لا، بس هي الدايره دي معموله من سنين، يعني اللي يمكن 5 سنين تقريبا او كده، بس يعني فحبيت بس اوريها لكم عشان يعني اللي حابب يعمل درايفر بنفسه ممكن يعمل ده، ولكن مش هو ده موضوعنا النهارده، ازاي تعمل اتش بريدج. ودي على فكره برضو كان في اتش بريدج تانية اللي هي دي، كنت عامل برضو تو شانل، دي بتتحكم في اتنين موتور، لو معاك موتورين ممكن تتحكم فيهم باستخدام درايفر زي ده، ده بدل ما تشتريه من بره انت ممكن تتعلم ازاي تعمل اتش بريدج مع نفسك في البيت. طبعا الكلام ده بياخد وقت، وحتى في شرحه برضو يعني المفروض يكون ليه درس ديديكيتد لوحديه، وعشان كده احنا هنا هنشوف سوليوشن للموضوع ده عشان نحصل على موتور درايفر اون ذا شيب وذ ذا مينيمم اوفر هيد باقل صداع وباقل تكلفه ممكنه. فعندي حلين للموضوع ده. الحل الاول ان احنا نستخدم دي سي موتور درايفر اللي هي L293 اللي هي الشبايه دي اللي هي معانا هنا دي، والشبايه دي يا شباب عباره عن تو شانل دي سي موتور درايفر، يعني بتعمل درايفنج لموتورين اتنين مع بعض. ولو فتحت الدات شيت بتاعها دي الفيتشرز بتاعتها، وده البين اوت بتاع الشبايه دي، وده واحد من الحلول اللي ممكن نستخدمها عشان نعمل موتور درايفر. الحل الثاني هو ان احنا نستخدم ما يسمى بالريلي، والريلي لو معاك ريلي ممكن تستخدم اتنين مع بعض عشان تعمل دي سي موتور درايفر واحد.
باستخدام اتنين ريلي، وده شكل الدياجرام بتاع الكونكشن بتاع الاتنين ريلي. بيكون الموتور في النص ومتوصل مع اطراف الكومن بتاعت كل ريلي منهم، تمام. الكومن بيكون متوصل مع النورمال كلوزد، والنورمال كلوزد ممكن يكون واخد نيجاتيف او بوزيتيف، فهو هنا واخد نيجاتيف، تمام. عشان الموتور ده يشتغل انا ممكن اشغل الريلي ده، فبالتالي انا كده الطرف ده بدل ما هو متوصل مع النورمال كلوزد يروح للنورمال اوبن، هتوصل معاه، تمام. فبالتالي كده طرف الموتور ده واخد بوزيتيف، والطرف الثاني اللي هو ده واخد نيجاتيف، فالتيار هيمشي كده اهو، تمام. فهيلف في دايركشن. طب لو فتحت الريلي ده ورحت قافل الريلي ده، الكويل ده هيسحب الريشه دي، بدل ما هي متوصله تحت هيخليها تتوصل مع الطرف اللي فوق ده، فبالتالي ده اخد بوزيتيف والتاني ده كان واخد نيجاتيف، فالتاير هيمشي كده اهو والموتور هيلف في الاتجاه العكسي. تخلي بالك طبعا وانت بتستخدم الريلي موديل، لان الريلي ده عباره عن ماجنتيك سويتش ميكانيكال، مفتاح ميكانيكي بالظبط زي البوتن ده، تمام. ما ينفعش يفضل يعمل اون واوف ورا بعض بسرعه بتردد عالي. احنا البي دبليو ام سيجنال اللي بنطلعها بتكون بتردد 1 كيلو 2 كيلو 5 كيلو، واستجابه الريلي مش ممكن توصل للارقام دي. فخلي بالك لو عندك نيه ان انت تستخدم ريلي موديول كموتور درايفر، وتخلي بالك كمان من الباك كرنت اللي بيكون متخزن في الملف، لان ده ممكن يعمل دامج للاي او بنز اللي انت هتستخدمها من المايكرو كنترولر بتاعك. تاني فيتشر ممكن نعمل عليها كنترول للدي سي موتور هي السبيد او سرعه الدوران بتاعه الدي سي موتور. ازاي اتحكم في سرعه دوران الدي سي موتور؟ عن طريقين، يا اما ان انا اغير الباور سبلاي، اغير قيمه الباور سبلاي اللي هو الفولت المطبق عليه، بدل ما هو 12 مثلا اخليه 10، اخليه 8، اخليه 7، مع تغيير الفولت بتتغير السرعه. ولكن فكره ان انا ابني دايره هاردوير بتديني فاريبل فولتج سبلاي، دي الموضوع بيكون كومبلكس اكتر ومش افيشنت زي ان انا استخدم الحل الثاني اللي هو البي دبليو ام. لو استخدمنا البي دبليو ام سيجنال مع دايره اتش بريدج، فاحنا كده هنعرف نتحكم في السبيد بتاعت الدي سي موتور. لو بصينا هنا على دايره اتش بريدج، انا كل اللي عملته ان انا فصلت الباور ريل، الطرف اللي من تحت ده مش كان متوصل بالسلك، انا هنا فصلته وحطيت مكانه سويتش. السويتش ده اللي هو يعني ترانزستور، تمام. والترانزستور ده الجيت بتاعته هي اللي هديها بي دبليو ام سيجنال. فانا كده بتحكم في الافريج فولتج اللي رايح للدي سي موتور في الاتش بريدج دي، وهي دي الطريقه اللي احنا هنستخدمها في اللاب ده مع الموتور درايفر اي سي اللي شفناها من شويه. يلا نبدا اللاب بتاعنا. اللاب بتاعنا مطلوب مننا فيه ايه؟ مطلوب ان احنا نوصل 5 سويتشز، كل سويتش منهم لما بيداس عليه بيعمل وظيفه معينه. اول سويتش عندي لما بيداس عليه ده المفروض يخلي الموتور يعكس الدوران بتاعه، لو كان بيلف يمين يلف شمال، ولو كان شغال شمال يلف يمين، تمام. بعد كده في 4 سويتشز، الاربع سويتشز التانيين دول بنختار منهم السبيد ليفل بتاعه الدي سي موتور، يا اما 0% يا اما 50% يا اما 75% يا اما 100%، تمام. بس ده وصف البروجكت اللي هنشتغل عليه النهارده ان شاء الله. زي كل اللاب طبعا نعمل نيو بروجكت، نضبط الكونفيجريشن بيتس، وبعد كده نبدا كونفيجريشن للبنز بتاعتنا. هنا انا بعمل كونفيجريشن للاي او بنز اللي هستخدمها كانبوت للسويتشز. اول سويتش عندي هسميه ريف، ده اختصار لريفرس. بعد كده سبيد ليفل 0، ليفل 1، ليفل 2، ليفل 3. عملت اساينمنت للاسماء دي بمين؟ باسماء البنز اللي انا هستخدمها. هستخدم البنز من ار بي 0 لحد ار بي 4. الخمسه بنز دول هستخدمهم كانبوت للسويتشز اللي هوصلها عندي. فهو بعد كده بكتب في التريس ريجستر عشان اخلي الخمسه بتات دول اوت انبوت بنز، بكتب فيهم واحد. وبعد كده بعمل سيت للدايركشن بنز. الدايركشن يا شباب اللي في بتاع الدي سي موتور في الشيب دي بيكون فيها تو بنز بتحكم بيهم في الدايركشن بتاع الدي سي موتور بتاعي، تمام. فالبنتين دول بيكونوا اوتبوت من الكنترولر، طالعين من الكنترولر ورايحين للشيب عشان يعرفوها تخلي الموتور يلف يمين او شمال، تمام. فالبنتين دول هيكونوا اوتبوت عندي، فعشان اعرفهم اوتبوت هاخد بنتين من البورت دي وهحط فيهم اصفار في التريس. كده انا خلاص خليت البنز دي اوتبوت بنز. هخليهم 0 و 1 فرضا مثلا عايز الموتور مثلا يلف في دايركشن معين، هخليه 0 و 1، ولو حبيت اعكس هخليهم 1 و 0، تمام. وهنشوف النقطه دي ان شاء الله بعد كده. بعد كده بنعمل كونفيجريشن للسي سي بي موديل عشان يشتغل في البي دبليو ام مود ويطلع بي دبليو ام سيجنال بتردد 2 كيلو هرتز زي ما عملنا اللاب اللي فات. نفس الكود تقريبا، هو بدون اي تعديل، تمام. نختار المود، نخلي البين اوتبوت، بنكتب في بي ار 2 عشان نحدد الفريكوانسي 2 كيلو، بنعمل سيت للبري سكيلر وبنشغل تايمر 2. كده خلاص السيجنال بي دبليو ام هتطلع. ولكن احنا عايزين نتحكم في مين؟ عايزين نتحكم في الديوتي سايكل بتاعهم، تمام. وعشان كده هنستخدم المعادله بتاعه الريزولوشن الاكزاكت. هعوض في المعادله دي اف او سي سي عندي ب 4 ميجا، البري سكيلر 4، اف بي دبليو ام دي 2 كيلو هرتز، ولوج 2 ده ثابت.
عوض في المعادله دي وحلها، هتطلع معاك الريزولوشن 8.9657. حلو، هنرفع 2 لاس الريزولوشن يطلع عندي 500. 500 ده ايه؟ 500 ده الرقم اللي لو حطيته في الدي سي، لو حطيته في البفر بتاع الديوتي سايكل، هيطلع عندي بي دبليو ام سيجنال بديوتي سايكل 100%. اذا كتابه 500 في البفر هتطلع 100% ديوتي سايكل. طيب احنا هنا عايزين ليفلز ايه؟ عايزين ليفل 0، عايزين 50%، عايزين 75%، و100% خلاص عرفنا ان القيمه بتاعتها 500. تمام، 50% الطرفين في وسطين هتطلع 250، 75% ب 375. هي دي القيمه اللي احنا هنستخدمها في الكود عشان لما يدوس على السويتش يروح يكتب القيمه دي في البفر، فبالتالي احصل على السبيد اللي انا عايزها. عظيم، يلا نبدا. ده الكود، دي اول حته في الكود، حته الكونفيجريشن اللي بتاعت البنز اللي شفناها من شويه، ودي الفانكشن اللي هتعمل سيت للديوتي سايكل، كتبناها برده اللاب اللي فات. دي المين فانكشن بتاعت الكود بتاعنا، ده اولها. تمام، يعني حوالي بتاع يمكن 50 سطر. حلو، اول حته في المين فانكشن بتاعتنا هي الكونفيجريشن بتاع مين؟ الكونفيجريشن بتاع الانبوت اوتبوت بنز، البنات اللي هي الانبوت اللي هي السويتشات، والبنات اللي هي الاوتبوت اللي رايحه تكنترول الدايركشن بتاع الدوران بتاع الدي سي موتور، اللي هم البنتين بتوع الشبايه دي. بعد كده بعمل كونفيجريشن للسي سي بي موديل عشان يشتغل في البي دبليو ام مود ويطلع السيجنال اللي احنا عايزينها. تمام، برضو دي شفناها من شويه. بعد كده هنا المين لوب بتاعت السيستم بتاعي، واللي بيعمل فيها تشيك على السويتشز، بيشوف السويتشات مين انداس عليه، ولما انداس عليه يروح ينفذ الفانكشن بتاعته. اول سويتش بتاع الريفرس اللي بيعكس اتجاه الدوران، بيعكس ار 0، بيعكس دي 0 ودي 1. تمام، بيتوجل دي وتوجل دي. هم مبدئين كانوا كام؟ مبدئين كانوا 0 و1. لو داس على السويتش هيبقى 1 و0، لو داس على السويتش ثاني هيرجعوا ثاني 0 و1 وهكذا. تمام، والديلي ده محطوط ليه؟ الديلي ده محطوط عشان اخد فرصه ان انا ارفع صباعي من على السويتش. لو ما كانش فيه ديلي هنا وكنت دوست بصباعي على البوتن، المايكرو كنترولر هيتشيك على كل البوتنز دي ويرجع ثاني يخش في دي ثاني ويعمل توجل للستيت بتاعتها. فالديلي ده بس عشان ابطا حركه الكنترولر واخد فرصه ان انا ارفع صباعي من على السويتش عشان الامر ما يتنفذش اكتر من مره. تمام، ده فايده الديلي اللي انا حاطه في كل سويتش، في كل بوتل من دول لما بيخش بيعمل ديلي صغير بس عشان ترفع صباعك من على السويتش. بعد كده ده ليفل 0، بيروح يكتب 0، بينادي الفانكشن اللي هي ست ديوت سايكل ويبعت لها 0. بعد كده الليفل الثاني اللي هو 50 بيبعت للفانكشن 250، بعد كده 375، بعد كده 500. دي القيم اللي احنا حسبناها من شويه باستخدام معادله الريزولوشن. الكود مش بيعمل اكتر من كده، بيتشيك على السويتشات، ولو السويتش منهم اداس عليه بيعمل الوظيفه بتاعته. اخر حته في الكود اللي هي الفانكشن بتاعه السيت ديتا سايكل، دي اللي احنا برضو شفناها، بيتشيك ان الرقم 10 بت، وبعد ما يتشيك انه 10 بت بيروح يكتب البتات دي في الاماكن بتاعتها في البفر. تمام كده الكودنج خلاص خلص، ونخش على مرحله السيميليشن. في السيميليشن احنا هنعوز الدائره بتاعه الاي سي بتاعتنا اللي هي ال 293 دي، يا اما ناخدها من الداتا شيت يا اما ناخدها من الدياجرام اللي انا رسمه دوت، وبعد كده تروح تعمل الدائره بتاعتك في بروتوس. بعد ما تعملها في بروتوس نزل الكود وشغل السيميليشن وشوف ايه اللي هيحصل. في ملحوظه برضو هنا في البيبر اللي وراها، الملحوظه دي ايه؟ في السيميليشن يا شباب في بعض الباكجز بتكون متلخبطه، البنز ارقامها بتكون مش بنفس الترتيب بتاع البن في الداتا شيت، او مع اختلاف المصنعين، لان الشيبس بيكون في منها كذا، احيانا بيكون في منها كذا فيرجن. فخلي بالك من الموضوع ده وشوف الشبايه اللي معاك ايه، وبص في الداتا شيت بتاعها وخلي ده هو المصدر الرئيسي للمعلومات بالنسبه لك. بعد كده الصوره دي المفروض ان هي جي اي اف بيعرض السيميليشن وهو شغال، فالمفروض يكون السيميليشن شغال معاكم حاليا، وانا بعمل تيست للسرعات بتاعه الدي سي موتور، بشوف السرعات دي من 0 لحد 100%، وفي الاخر خالص بعمل تيست على الدايركشن، بعمل ريفرس واشوف الموتور بيتحرك صح ولا غلط. و بعد ما نكون خلاص خلصنا السيميليشن هنخش على اخر مرحله، وهي مرحله البروتوتايبنج. في البروتوتايبنج احنا هنوصل الموتور ونشغله عمليا، ومش حابب ان اعمل بروتوتايبنج حاليا، حابب بس اديكم الكام تيب والكونكلودنج ريماركس قبل التوصيل. احنا خلاص يعني شفنا الكود شغال صح في السيميليشن، وغالبا احنا عارفين احنا بنعمل ايه، فان شاء الله مش هتحصل مشاكل في البروتوتايبنج، فممكن نخليه للاخر ونشوف التيبس اللي معانا. اول معلومه اللي هي الشوت ثرو كارنت. ايه شوت ثرو كارنت ده؟ ده شباب شيء لازم تاخد بالك منه وانت شغال مع الاتش بريدجز او الموتور درايفرز عموما. لو افترضنا ان عندي دايره اتش بريدج زي دي مكونه من ان بي ان وبي ام بي ترانزستورز، والتوصيل بتاعها بالشكل ده، بيكون عندي لاين A ولاين B. لو طلعت لاين A هاي ونزلت لاين B لو، فبالتالي بيكون في تو ترانزستورز من دول شغالين، ده وده.
تمام. ولو عكست البولاريتي بتاعت اللاينز دي هيكون عندي الاكتيفيشن على الترانزستور ده وده، فبالتالي انا كده بتحكم في الدوران بتاع الدي سي موتور. الخطأ بيحصل فين؟ الخطأ انك ترفع اللاينز دول مع بعض، ترفع A وترفع B الاثنين تخليهم هاي. لو خليت اثنين دول هاي مع بعض هنا بيحصل الشوت ثرو كرنت. لو بصينا على الكلام ده انت ممكن تعمل الكلام ده بدون قصد. زي ايه مثلا؟ زي اللحظه دي، اللحظه دي انا كنت هنا شغال الموتور بتاعي كنت بخليه دور كلوك وايز، بخليه يلف مع نفس اتجاه عقارب الساعه. ازاي؟ مطلع لاين A هاي ومنزل لاين B لو، واحد وزيرو، تمام. جيت بعد كده حبيت اغير الدايركشن بتاع الدوران، هعمل ايه؟ هكتب في A وB 0 و1، تمام. في لحظه التحويل دي، لحظه الترانزيشن دي، لاين A يعتبر هاي ولاين B برضو يعتبر هاي في نفس اللحظه، ده بيسبب الشوت ثرو كرنت في الترانزستورز بتاعتي، تمام. ده بيكون لفتره زمنيه قصيره، ولكن ده ما يمنعش ان الشوت ثرو كرنت بيحصل. الترانزستورز اللي هم QA وQ2 الاثنين دول بيكونوا شغالين مع بعض في اللحظه دي، وبالتالي بيمر فيهم تيار عالي خالص اللي هو الشوت ثرو كرنت، والترانزستورز دي مع الوقت هيحصل ليها ان هي تدخن. طبعا لو فضلت الترانزستور شغاله بنفس الوضع ده لفتره طويله، فالجنكشنز نفسها بتاعت السيمي كوندكتور السيليكون اللي في الترانزستور هيتم تدميرها بشكل كامل. وعشان كده الكونكلوجن او خلاصه الموضوع ده، انك ما تعملش سويتشنج للدايركشن بتاع الدوران عند ديوتي سايكل عالي. حاول دايما لما تبدل السرعه يا اما تحط فاصل زمني في التبديل، او تعمل عمليه التبديل دي والديوتي سايكل القيمه بتاعته صغيره شويه. ليه؟ زي ما هنشوف حالا. هاي دي سي ديوتي سايكل عالي، وهنا لو دي سي ده ديوتي سايكل واطي. هنبص هنا على شكل الويف فورم دي. تفضل تتكرر. لو بصينا على السيجنالز دي يا شباب، دي مثلا دي بدايه البيريود ودي نهايتها، تمام. ده ديوتي سايكل عالي، وانت حبيت تعمل سويتشنج من للدي سي موتور بتاعك، تبدل الاتجاه بتاعه، تمام. فور مور لايكلي انك تعمل سويتشنج في اثناء السيجنال ما هي هاي، مش هتعملها وهي لو. ده غالبا ليه؟ لان السيجنال اصلا معظم الوقت بتكون هاي، تمام. لكن لو كانت الديوتي سايكل النسبه بتاعتها صغيره شويه، فبالتالي يو ار مور لايكلي انك تعمل سويتشنج والسيجنال اصلا كانت لو، يعني والترانزستورز اصلا مطفيه، فمش هيحصل شوت ثرو كرنت، تمام. دي كانت النصيحه الاولى لموضوع السويتشنج للدايركشن. بعد كده الليميتيشنز بتاعه البي دبليو ام سواء في الفريكوانسي او الديوتي سايكل. بالنسبه للديوتي سايكل يا شباب، الكومن سنس بيسجست ان انا لو اديت الدي سي موتور 25% ديوتي سايكل فالمفروض يدور بربع السرعه بتاعته، وكذلك لو اديته 75% يلف ب 75% من السرعه وهكذا. ولكن ده ما بيحصلش عمليا. معظم الموتورز لحد 25% ولحد 35% ديوتي سايكل ما بتشتغلش اصلا. الموتور بيطلع صوت زي صوت زنه كده، زنه بسيطه او مكتومه، والموتور مش بيلف اساسا، لان الموتور عشان يبدا روتيشن عايز يجين نفس الروتيشنال انرشيا بتاعت مين؟ بتاعت الستاتيك ريزيستنس للشحم وللجيرنج وللجابز اللي بتوين الكوميتيتورز، تمام. لما يجين ده يبدا يتحرك اصلا، تمام. فعشان كده نقطه التشغيل دي بتختلف من دي سي موتور للتاني. ممكن تكون 20% ديوتي سايكل، ممكن تكون 25%، ولكن عمرها ابدا ما تكون 1%. مفيش دي سي موتور هيشتغل عند 1% ديوتي سايكل. وبالتالي ال 50% وال 75% والارقام اللي احنا شفناها من شويه دي مش حقيقيه. يعني انت لو اديت الدي سي موتور 50% مش هيشتغل بنص السرعه بتاعته، تمام. هنشوف ازاي نتغلب على الموضوع ده بطريقه رياضيه، ونشوف البروجراماتيكال امبلمنتيشن بتاعها ان شاء الله في درس اخر مستقبلا. ولكن مبدئيا خلينا عارفين المعلومه دي. وفي معلومه تانية برضو بخصوص الموضوع ده، اللي هي البي دبليو ام فريكوانسي افكت. احنا عارفين ان البي دبليو ام سيجنال دي ليها تو فيتشرز اللي هم الديوت سايكل والفريكوانسي. الديوت سايكل لما بنغيره بتتغير السرعه بتاعه الدي سي موتور، لان الافكتيف فولتج القيمه بتاع او الافريج فولتج القيمه بتاعته بتتغير. طيب لو غيرت الفريكوانسي بتاع البي دبليو ام سيجنال ايه اللي هيحصل للدي سي موتور؟ لو رفعت الفريكوانسي عن 20 كيلو هرتز الموتور هيحصل ليه سايلنس، وهيعمل وايننج يعني صوت زنه خفيفه كده، ومش هيدور اساسا. ده بسبب ان الموتورز والترانزستورز والموتور درايفر شيبس نفسها مش بتعرف تعمل اون واوف ورا بعض بالسرعه دي، تمام. عشان كده لازم تخلي التردد بتاعك واطي نسبيا، تمام. انا شغال ب 2 كيلو هرتز، كتبنا الكود على اساس 2 كيلو هرتز، وده ليه؟ ده لان الشيب بتاعتنا اللي هي L293 دي مكتوب في الداتا شيت بتاعها ان انا عندي 5 كيلو هرتز كاب كسويتشنج فريكوانسي للشيب دي، عشان كده احنا استخدمنا القيمه دي للتردد. اخر معلومه عندي او اخر تب عندي اللي هي
سوفت ستارت سوفت اند. لو هتستخدم الدي سي موتور في تطبيق من تطبيقات الروبوتكس او الاوتوميشن عموما، الماونتنج سيستم اللي انت بتركب عليه الدي سي موتور والموتور بتاعك نفسه في المكنه، في المكنه او في الروبوت، انت محتاج ان السيستم كله على بعضيه يكون ستيبل. لحظه السويتشنج بتاعه الدي سي موتور انك تشغله من كان مطفي ورحت مشغله بالفول سبيد بتاعته لحظيا، ده بيخلي الموتور يعمل زي اهتزاز او فايبريشن عالي خالص، هيدمر الماونتنج سيستم او هيخلي المكنه بتاعتك او الروبوت بتاعك انستيبل. تمام، فده بالنسبه للاكسلريشن. برضه بالنسبه للديسلريشن، لو الموتور كان شغال بالفول سبيد ورحت في لحظه قررت ان انت تعمل بريك او تعمل ستوب للموتور، ده برضه هيعمل نفس الاهتزاز اللي حصل ساعه التشغيل. فالحل للموضوع ده ايه؟ الحل ان انا اعمل تكنيك اسمه سوفت ستارت سوفت اند، ان انا اشغل الموتور تدريجيا وان انا اطفي الموتور تدريجيا. تمام، ده الامبلمنتيشن بتاعه بيكون بمنتهى البساطه. في المثال بتاعنا احنا الدي سي بيتراوح من 0 لحد 500، فانا هنا عملت لوب. اللوب دي بتزود الديوتي سايكل بمقدار 50 في كل 100 ملي ثانيه، يعني على 10 خطوات. يعني بدل ما كنت بطلع من 0% لحد 100% لحظيا، لا، انا هطلع من 0 لحد 100% خلال زمن قدره 1 ثانيه على 10 ستيبات. بمشي 10% 10% 10% لحد ما اوصل 100%، ببدا من 50 لحد 500. تمام، دي فكره السوفت ستارت سوفت اند، والكود بتاعها معاكم على الموقع. وخلاص احنا كده خلصنا النظري، واخيرا هنبدا نعمل بروتوتايبنج لللاب بتاعنا. انا نزلت كود من الكمبيوتر على التشيب باستخدام البروجرامر، وبعد كده وصلت 5 بوش بوتونز توصيله بول داون مع 5 بول داون ريزيستورز زي ما احنا شايفين. الخمسه بوش بوتونز دول متوصلين على البنز اللي هم من بي 0 لحد بي 4، دي اللي هي الحته دي من الدائره اللي هو الجزء ده. كده فاضل ان انا اوصل التشيب بتاعتي. حطيت التشيب اللي هي L293D على البريد بورد، وبدات اوصل البنز بتاعتنا. اول بين عندي اللي هي البن رقم 16 بعد النوتش من فوق خالص على الشمال، دي بتتوصل بالفي اس اس، ده اللي هو ال 5 فولت. دي اللي هي البن رقم 16 وصلتها ب 5 فولت. بعد كده هوصل الجراوند. الجراوند عندي البن رقم 4 و5 والمناظرين ليهم رقم 12 و13. وصلت 4 و5 مع بعض وصلتهم على الجراوند، ووصلت 12 و13 مع بعض ووصلتهم على الجراوند. كده انا وصلت الجراوند. بعد كده عايز اوصل الموتور بتاعي. الموتور بتوصل على اوتبوت 1 واوتبوت 2 اللي هم البنز رقم 3 ورقم 6. تمام، ده الدي سي موتور بتاعي. الموتور ده بيشتغل ب 12 فولت، ميد ان تشاينا، يعني المفروض صيني بس كان غالي على فكره. هنوصله بالبنز اللي هم 3 و6. كده انا وصلت الموتور. بعد كده في ايه تاني عندي من البنز؟ بعد كده فاضل ان انا اوصل الاوتبوت اللي هو سوري الانبوت. الانبوت اللي جاي من الدايركشن اللي هو البنتين اللي هما دي 0 ودي 1 اللي احنا اخترناهم من المايكرو كنترولر. فانا اوصل الانبوت ده والانبوت التاني بدي 0 ودي 1. دي 0 ودي 1 اللي هما البنتين رقم 19 و20 في المايكرو كنترولر، فهوصل عليهم بالشكل ده. طبعا اي دايركشن هينفع، يعني لو حطيت دي 0 مثلا على انبوت 1 ودي 1 على انبوت 2، وهي هي لو كنت عكستهم، بس الاختلاف هيكون في الدايركشن، بدل ما كان هيلف يمين هيلف شمال والعكس. احنا اصلا كده كده مش مهتمين بالاتجاه، وهنستخدم الزرار اللي هو الريفرس ده عشان نعكس اصلا، فمفيش اختلاف. يعني دي البن رقم 2 والتانية هتوصل على البن رقم 7 اللي هي دي. تمام، كده فاضل ايه تاني؟ كده فاضل اخر بين عندي اللي هي بتاعت البولت سويتس موديليشن، اللي هي البنايات الانيبل دي اللي بتشغل الموتور ده اصلا. تمام، دي هناخدها من البي دبليو ام سيجنال. بنايه البي دبليو ام عندي اللي هي ار سي 2 اللي هي بتاعت السي سي بي 1، هوصلها على الانيبل اللي هي البن رقم 1 في الشيب. كده انا وصلت البن بتاعت الانيبل. كده مش فاضل غير ايه؟ كده مش فاضل غير ان انا ادي باور للسيركت وادي باور للتشيب بتاعتي. الموتور ده بيشتغل ب 12 فولت، فبالتالي لازم ادي 12 فولت للدرايفر. طيب فين الفولت بتاع الموتور؟ اهو الفولت بتاع الموتور بيروح اللي هو في ام ده، بيروح للبن رقم 8. تمام، هدي عليها فولت من المفروض من 4.5 لحد 36، فاحنا رقم 12 ده يعتبر قيمه مناسبه ومش هتعمل مشاكل ان شاء الله. شيل دول، كان عندي مشاكل في السويتشين دول فعملت لهم تغيير. والباور سورس لما كنت انا كنت بستخدم شاحن بيطلع 12 فولت و5 فولت، فلما الموتور كان بيشتغل كان بيسحب كرنت عالي، كان بيعمل دروب على المايكرو كنترولر فكان بيفصل، فاضطريت ان انا اغير الباور سورس واخليه يشتغل بباور سورس مختلف. هنا شغال بالاي سي اس بي ومدي 12 فولت للاي سي بتاعتي،
وده حل. ممكن حل تاني انك تكبر قيمة المكثف دي عشان الدروب ما يأثرش على المايكرو كنترولر، ولكن يفضل انك تفصل دايرة الكنترول عن دايرة الباور قدر الامكان. هنبدأ نعمل تيست نشوف السرعة 50%. طبعا لو حبيت اغير الدايركشن هدوس على ال R فهيعمل ريفرس. 75، 100%، هي دي الماكسيموم سبيد. دي يا شباب البوينت اللي كنت بتكلم عليها. كده عملت ستوب، هشغل 100%. بصوا كده لحظة التشغيل، شفت الموتور عمل ايه؟ شوفها تاني، ده اللي انا بتكلم عليه. وطبعا لو عملت ريفرس الموتور هينط تقريبا زي ما احنا شايفين. طبعا ده المفروض ان ده غلط، يعني ما حدش يعمل الحركة دي. وبس كده خلاص الكود بتاعنا شغال والبروجكت مظبوط تمام، مفيش مشاكل. الاخطاء في اللوجيك بتاع الدرايف سيجنالز اللي رايحه للموتور درايفر بتاعك، ده هيسبب شوت ثرو كارنت واللي هيخلي الترانزستورز بتاعتك تدخن وتتلف تماما. وهنا بتظهر ميزه التشيب اللي احنا اخترناها دي اللي هي L293 دي، ده لان التشيب دي فيها ثيرمال شوت داون، ده بحيث لو حصلت اي اخطاء في الدرايف سواء من الكود او من الهاردوير هي تصلح ده. لان اول ما تبدا الحراره تعلى عن حد معين او ثريشولد معين التشيب هتفصل اصلا ومش هيحصل دمج باذن الله. اخر بوينت حابب اتكلم فيها هي البرو تيبس والكونكلودنج ريماركس اللي بتكون في اخر كل ارتكل على الموقع. ده يمكن اكتر سيكشن انا بستمتع وانا بكتبه، واحيانا بضيفه في الفيديوهات بتاعتي زي الفيديو ده والكام فيديو اللي فاتوا. فانا مش عارف الصراحه يعني هل الناس تحب ده ولا انتوا شايفينها غلاسه ولا ايه، فاحب برضو اعرف راي الناس في الموضوع ده. وهحاول قدر الامكان يعني لو في بوينتس ممكن اختزلها او الغيها على اساس الناس ممكن تقرا الكلام ده بنفسها من على الموقع، فان شاء الله ده هيحصل ومش هيكون في مشاكل يعني في النقطه دي. لو حد عنده اي سؤال يتفضل في الكومنتس. انا كده خلصت، وده كان اخر درس في البي دبليو ام. كده احنا خلصنا المود بتاع البي دبليو ام، وده كان اخر مود في السي سي بي موديولز. فبالتالي احنا كده هنستيب فورورد ونتحرك للموديول اللي بعديه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.